بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تأكد أنك لن تعرف حقيقة حاجات الناس إلا عندما تذهب إليهم. فأنت تسمع عن احتياجات المسلمين في المناطق النائية، لكن صدقني لن تتصورها على وجه الحقيقة إلا عندما تخالطهم وتعيش معهم. أنا أعلم أن البعض قد يستثقل الذهاب إلى أماكن متعبة في السفر مع عدم وجود الطعام ولا الأمان، لكن صدقني رؤيتك لفرحة إخوانك بزيارتك لهم تساوي التعب هذا كله، تكفي ابتسامته. أذكر أننا ذهبنا إلى قرية في شرق آسيا، وعندما نذهب عادة إلى مثل هذه القرى فإن أهل القرية يذكرون لنا طلباتهم. وفي تلك القرية جاءنا كبير القرية بالنيابة عن أهل القرية جميعا ليخبرنا بطلب وحيد لأهل القرية. توقعت أنهم يريدون طعاما أو بناء مسجد أو مستشفى أو شيئا من حاجات حياتهم، ولكنه لم يفعل. لقد صدمني بطلب لم يخطر لي على بال، ما كنت أتوقعه. بالله عليك أريد دقيقة من وقتك، فقط فكر وتأمل، ماذا يمكن أن يطلب؟ أخذ راحتك، فكر، ماذا يريد أهل القرية؟ تعرف ماذا يريدون؟ إنهم يريدون ترابا. نعم أعرف شعورك، لأني أصبت بمثل هذا الاستغراب الذي تشعر به أنت الآن. يريدون التراب. تراب؟ لماذا يريدون رمل وتراب؟ إنهم أقلية مسلمة في بلاد بوذية، البوذيون يحرقون موتاهم ولا يدفنون. طيب قد يقول قائل، لماذا لا يحفروا أرضهم ويدفنوا موتاهم؟ أنا سألت مثل سؤالك. ولماذا لا يستطيعون حفر هذا؟ في موسم الأمطار كل مطر. كلهما؟ ما يستطيعون يحفرون. نحاول نضع الرمل. إن المشكلة في قريتهم أنها وسط الغابات، أرضهم طينية. نعم قد ترى ترابا في الأعلى، ولكن بعد قليل من الحفر يخرج لك الماء فلا يتمكنون من الدفن. لهذا فإنهم يحتاجون إلى رمل ينقل من مكان آخر ويفرش فوق الأرض ليتمكنوا من دفن موتاهم. بالله عليك، هل رأيت كمية النعم التي نعيش فيها ونحن لا نشعر؟ تراب، أصبح التراب أمنية لبعض إخواننا، فكيف ببقية النعم العظيمة التي نعيش فيها صباحا ومساء؟ ما قدرنا الله حق قدره ولا شكرناه حق شكره. لقد كان أهل هذه القرية يجمعون الرمل منذ 5 سنوات ليدفنوا موتاهم، ولكن الرمل الذي جمعوه لم يعد يكفي، وهم لا يريدون أن يلجأوا للحرق كما يفعل أهل بلادهم، فإن الميت حرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كسر عظم الميت ككسره حية، فكيف بالذي يحرق الميت؟ ولكن المشكلة أنهم لا يستطيعون. فقام فريق البرنامج بتوفير ما يكفي من الرمل في المقبرة، حيث تم استئجار شاحنات لتنقل التراب من مكان آخر ثم تقوم بتفريغه في ساحة مقبرتهم. وكان النقل يتم على مراحل حتى امتلأ المكان بما يريدونه من الرمل. وسبحان الله، قدر الله لنا أن نشاركهم في دفن بعض موتاهم بطريقة شرعية كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفن، بعيدا عن الحرق وغيره. رحلتنا لم تتوقف عند هذا الحد، لقد انتقلنا إلى بقعة نائية أخرى في هذا العالم، وتحديدا في جزيرة سريلانكا. فقد وجدنا هناك أهل قرية هم أحسن منهم حالا، فهم يستطيعون دفن موتاهم، إلا أن لديهم مشكلة من نوع آخر، إن الدفن لا يستمر معهم. كيف؟ إن مشاكلهم تكمن بعد الدفن. المقبرة تراها عادية، لكن يوجد فيها نقص معين. المقبرة ليس فيها سور، وعدم وجود السور يؤدي إلى دخول بعض الحيوانات الزاحفة الكبيرة مثل ما يسمى بالورل أعزكم الله، هذا ينبش القبور ويأكل الأموات صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يصعب عليهم وعلى قلوبهم. تخيل أن أحد أحبابنا توفي فندفينه، وبعد فترة نتفاجأ بأنه قد أكل من حيوانات الدابة على الأرض. والله يصعب على القلب أن أب الإنسان أو أمه يحصل له ذلك بعد وفاته. ولهذا نرى بعض القبور التي قد تنفرد. أخي الكريم، أختي الكريمة، هل تلاحظون طلباتي؟ بعضهم يطلب رملا، وآخرون يطلبون سورا، أشياء بسيطة بالنسبة لنا، ولكنهم لم يستطيعوا توفيرها وبقوا سنوات طويلة يعانون.
الحمد لله تم بناء سور لهم ميزانية رحلة البرنامج حماية لأحبابهم وموتاهم من تلك الدواب. أنت كنت تخيل أن الإنسان عندما يطلب صورة سورا لأحبابي الذين فقدوا، آخر علاقتهم بهم هو أن يحميهم على الأقل من الدواب والهوام التي قد تتعرض لإجسادهم، ولم يطلبوا الصورة لبيوتهم ولم يطلبوه لأماكنهم ولا لمزارعهم، طلبوا الصورة لأحبابهم. فانظر كيف البنيات بسيطة، نعم عندنا قد لا نشعر بها، وجود صور عند أحبابنا من توفقنا الله عز وجل. أسأل الله أن يرحم أمواتنا وأمواتنا وأحبابنا وأحبابنا. والله أنا جلست أتأمل كيف أننا نعيش في أنواع من كفاية النعم وتنوعها، بحيث أصبحنا لا نشعر بتلك النعم، لا نحس أن الأشياء البدائية لدينا تعتبر أمنيات لشعوب أخرى. بالله عليك، ألا يستحق الكريم سبحانه أن يشكر ولا يكفر، أن يطاع ولا يعصى؟ بلى والله. المشكلة أننا دائما ننظر إلى من هو أغنى منا وماذا يملك، ولكن لو نظرنا قليلا إلى أمثال هؤلاء ارتحنا أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. فاللهم أتم نعمتك علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، ولا تؤاخذنا بغفلتنا، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.